السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منار اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي الوحدة الثانية. إذا اليوم عندنا تطبيقات في درس الأسماء الخمسة من درس التراكيب في الصفحة 80 من كتاب المنار. إذا ننتقل إلى الصفحة 80. إذا نبدأ بالتمرين الأول. أحدد الأسماء الخمسة فيما يأتي وأبين علامة إعراب كل منها. إذا لدينا هنا الأسماء الخمسة في هذه الجمل. إذا ألف أخوك عضو في النادي البيئي. إذا ما هو الاسم من الأسماء الخمسة؟ هو أخو. إذا هذا الاسم من الأسماء الخمسة هو مرفوع، علامة إعرابه مرفوع بماذا؟ مرفوع بالواو، بالواو، لأنه من الأسماء الخمسة. إذا باء كافأت المديرة أبا هند. إذا أبا هو الاسم من أسماء الخمسة. إذا هذا أبا فهو منصوب، منصوب بالألف، بالألف. سلمت على حميك، حمي، حمي هو الاسم من أسماء الخمسة. أما الكاف فهو مضاف، فهو ضمير متصل مضاف. إذا هنا مرفوع، مرفوع هنايا مجرور، مجرور بالياء وليس بالكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. إذا لا تضيع نصيحة لذي. إذا ذي هو الاسم من أسماء الخمسة وهذا الاسم مجرور بالياء، مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. واللام هي التي يعني هي التي يعني كسرت أو جرت. إذا ثانيا أكمل ما يأتي بكتابة ما يناسب في الفراغ من الكلمات من بين الكلمات الآتية ثم أبين السبب. إذا لدينا هنا واحد المجموعة ديال الكلمات ولكن خصنا نحطو كل وحدة في المكان المناسب نتاعها على حسب إعراب الاسم من أسماء الخمسة. إذا ذو الأخلاق النبيلة، ذا الأخلاق النبيلة، ذي الأخلاق النبيلة. إذا أثنت أستاذتنا على. إذا ما هو عمل على؟ عمل على هو جر الأسماء، وشكون هو من الأسماء الخمسة المجرور؟ هو ذي. إذا هنا غادي نكتبو ذي الأخلاق النبيلة. فاز بالجائزة، فاز، واش غنقولوا ذو الأخلاق ولا غنقولوا ذا ولا ذي؟ بطبيعة الحال لأن هنا عندنا الفعل، إذن هنا غادي يجي فاعل والفاعل يكون مرفوعا. إذن غنقولوا فاز ذو الأخلاق النبيلة. يحترم الجميع، هنا عندنا الفاعل إذن خصنا نفعل به. إذن يحترم الجميع ذا الأخلاق النبيلة. هنا ذا غادي يكون مفعول به، أخلاق النبيلة. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي. أضع اسما من الأسماء الخمسة مكان النقط وأبين علامة إعرابه. إذن ضع المنديل على، هنا هذا حرف جر. إذن واش غنقول على فوك أو فاك أو فيك؟ بطبيعة الحال على فيك. علامة إعرابه هي الياء. إذن علامة الإعراب هي الياء لأنه من الأسماء الخمسة. إذن العلامة هي الياء. محمد رجل طيب. أبو أبا أبي، عندنا هنا محمد. إذن هذا غادي يكون هنا مبتدأ. إذن غنقول أبو محمد، أبو. إذن هذا الاسم من الأسماء الخمسة ماذا؟ مرفوع بالواو، علامة الإعراب هي الواو. تحترم المرأة، هنا المرأة هو فاعل وتحترم هو الفعل. إذن شنو غادي يجي هنايا؟ غالبا غادي يجي، غادي يجي مفعول به لأن الفعل، لأن الفعل متعدي. إذن ماذا سنقول؟ تحترم المرأة حموها، حماها، حميها، حماها، حماها. إذن هاد حماها منصوبة بماذا؟ بالألف لأنها من أسماء الخمسة. احترم
الأخلاق الحميدة. احترم، واش كنقولوا احترم؟ يعني هنا هذا فعل وفاعل، فاعل ضمير مستتر تقديره أنت. إذا شنو غادي يجي هنا؟ غادي يجي مفعول به، لأن الفعل متعدي. إذا غنقولوا احترم ذا، ذا، إذا هذا الاسم من أسماء الخمسة، هو منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. إذا ننتقل إلى السؤال الرابع. أضع مكان النقط اسما من الأسماء الخمسة وأبين علامة إعرابه. هنا غادي نجيبو من راسنا. أعن، عندنا الأسماء الخمسة معروفة، دونك شنو غنديرو هنايا؟ أعن الأصغر، إذا غنقولو أخاك الأصغر، أخاك، أعن أنت، ضمير مستتر، إذا أعن أنت أخاك، أخاك. إذا العلامة الإعرابية نتاعو هي الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهذا نعت على الأخ. إذا الألف، علامة الإعرابية هي الألف. عادت فاطمة، فاطمة هو الفاعل. عادت فاطمة أباها، أباها هو المفعول، مفعول به، وبالتالي فهو منصوب بالألف، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أحب سلوك النبيل، أحب ذا، أحب أنا ذا السلوك، كذلك هذا مفعول به، ذا السلوك النبيل، إذا هذا كذلك منصوب بالألف لأنه مفعول به. لا تضع يدك قبل غسلها في فيك، في فيك يعني في فمك. هنايا يعني علامة جره هو الياء لأنه مجرور بحرف الجر في، إذا مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. إذا ننتقل إلى التمرين الخامس. أستعمل كل اسم من الأسماء الآتية مضافا إلى غير ياء المتكلم في جملة مفيدة، بحيث يكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا والثالث مجرورا. إذا أب، حم، ذو. إذا غادي ناخذ الأولى مرفوع، أبو إسحاق رجل كريم. إذا هنا درناه مبتدأ، إذا أبو إسحاق يعني هنا غنقولو مبتدأ مرفوع. بالنسبة لحمو، إن احنا درنا إن، هذا غادي يكون اسم إن منصوب. إن حماك فضله كبير، حماك، إن حماك فضله كبير، إذا هنا اسم من الأسماء الخمسة منصوب بالألف. إذا الحالة الثالثة أن يكون مجرورا. إذا بقات لنا الحالة الثالثة، ذو غنديروها مجرورة. إذا فوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم، إذا هنايا ذي مجرورة بماذا؟ بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول التطبيق فيما يخص درس الأسماء الخمسة من دروس التراكيب في كتاب منار اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي.